السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، خلق الإنسان وجعله عرضة للابتلاء والامتحان، فمن أحسن فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن أساء فجزاء سيئة بمثلها، أو يغفر الله لمن يشاء من أهل الإيمان. أما بعد، إخواني وأخواتي، وحنا لك الدين يا إن كل ما ذا كلا عن مركب لك كل ما إياه متكذب أو في مقعد سكت عند ملك مقدر الله أخي سبحانه وتعالى دمر عن كل ما كلمنا عن الدين يا أنا دنيا ذي ركى العين بل سهبين في وجود ليس ما دام الله شريكنا عن القاتلين نقتل إمامك إن شاء الله تعالى كلمنا وحوليها مصيبة أمتنا ودور الشباب في حلها مصيبة أمتنا لبعض أمتنا هي ستة إيوه بني يرد حلك إيكا جيسان كران كارت إيكا جيسان كران حلك هذا بني يرد إنت أن يذكر الموضوع عن جعلان رأينا السؤال كب الله أرت مصيبة من هذه ستة أو مصيبة مكود جرار انت قبت ان المصيبه انا هيسته ان هي اربع قبت تاسع مصيبه انا هيسته مصائب هذا يقضيهم مدى ان كان بينا وقتا الا انا هيسته صومالي اهم بدون دلتا هدي الاخيريه وخيارية أو إحصائيات أو أنصار قوي أي نارك نفسه قريب أو كو سابسان لباتوين يتوحد دمان تنبو جدا وخير كميدا إن شنبقل أو كن أو نس مليون إنسان وقحبوا بعي لغة البلاد الله صادع في وكلية وضط كان إن خدمات إنسانية إسبتالات إيسيد إغشقينيان dadka adeega ay ka helayaan isbitaaladaasi ay ka wanaagsan tahay eeyaha Mareykanka ku nool khadamaadka ay helaan ninka wanaagsan tahay taas oo musiibo ma iyada oo masaadirta aan wax ka heli karo ay aad u fara badan yihiin oo khayraadkan ay aad u badan yihiin haddana in boqolkiiba todobaatan dadkana ay ku nool yihiin taxta khad alfaqr oo aysan haysanin biyo ay cabaan oo inaaq ah أما عنتي العني حتى إيشان ينافوهن لباتوين هذا فربان أيه إذا محيط بع المصائب كاسي أيضا يقوى كلا وكسي ووين وذا أبن هاي مشاهد آخر من الصوفة هذا فربان لباتوين كاسي أيضا الله سبحانه وتعالى جواب قبنا أي نسي آية القرآن أي من أبو شيء أولاد إن الله علم يكون مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى ذو النعمة كما قال إلا أيها نقتضي كبدلان إنها يقول يا ربي أن يمعذب الله نسيه سبحانه وتعالى وحان معقول هي المركاسي إن عن خلق كساره وأنت أن وحاد دباكدا سببه عدو كلا أما ضد كلمته وأنت أن حتى إن لقي بسفل محلي جري علوم هذا نبى بسفل أفسن مثلاً نان نرحمة وان تاسف صار إنه خلط في إن دبعت ذا إن لقي نهيس معقول ما نبانيس الله سبحانه وتعالى وإن ودك ليه إن السلاس وحفير إنه آيات القرآن أنا وحب كلها هي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا ما كي إن قطع ذي مصيبة يضع وكلا آتما يسان ميادلالهم سيدي قطع ذي إن الله مسلمين أن فعل مسلمين أن أقول عيسى ميادلين مياد إنك سنتين عيدا مياد لي يا بنتي إني مسلمين أن أقول عيسى أواد إنك سنتين الله وحوله يقول هو من عندي أنفسكم أذنك نفتي نايك سعطا يا أذنك إصبارا فهو السرعة في ريا نفتيس فالك سلاس الأولى يا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغزوة أحد أبوه قامنا يا روحي ومدخ روحي دفق أخير بدنا خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بل ذلك هو قال إن إنسان دواعي راس الدعوة حكمت إن أسيلك في سلطة أو إلى جسلا جبي
الصحابي سدتك وجد على يكون غير يوم ما شافه محاسب وقت ضدك مسيرات يكون قبضتين بمخالفة أمر واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلافا هل أمر أو أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كمذا أو يرى هكسو دين بورتس وكلية أو يسود دين دماغ الله سقط إنت سقط عليه محاوم علينا إنسان مكة ما أنت إلا أو خلافنا جل أوامر الله ورسوله أنت فضلي أوامر تألي أوامر الرسول كسو إلا أو خلافنا مصيبة محينا وقع إنسان يلا نحن مايا وأنا أقوله الله إننا سببوا إذن سدو الله جرجر ممكن قال سبحانه وتعالى جرجر سدو كل ماذا جرجر قال الله سبحانه وتعالى كمحر واحد ما أها ونفرج هاي هل شرط أيويا شرط يا سمر الله لي ما كان وثنا الله سبحانه وتعالى وبنسيني متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نصر إلهي وقرم نصر إلهي وضوي جرجر الله وضوي سبحانه وتعالى لكن وحنا نريد محاوى إن تنصر الله ينصركم حتى الله جرجر كان الله يدين جرجره سدان الله جرجره سبحانه وتعالى جرجر الله ينور به حدا وأنا وحيد وأنا أمري أنا قالنا وحيد وأنا قلت علينا أنا كرهتهم وحنا لمتنا هاي ما هو اللي وانجع سنة رمضان يا غير كيس وحنا بنا إله إنه جرجر إله ومد نصر سي الله ينصرنا ما هو اللي قالنا لكن حنا يدنا وحنا لمنا روح حفيز مرتين أو حفيز كاسي شقة كده البني حفيز كي وشقة كده البني وراقة كرا دمان مرة وبلاص على الأرض مالية أقبل شقة ماليسي يعني محل جديد يا دكتور الله سيني ما كيرنا إلا روح عن سمينا الله سبحانه وتعالى الدجال كل جرنا إن بضنا وإننا نجمد صدقنا الله إن جبل لقط عمله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا هذا سمعوا إنسان وتخلص اسكتوا إنسان فأذنوا بحرب من الله ورسوله دجال قال لي رسولك سوء إعلامي دجال قال لي القرار إن النفط أنا دعاء سلام الله أقبل إن هو محل تجري حتى أدي أنك على وجوده ذلك يلا بريء عن حرام كلا يسلم أو باري عن حرام خلاه يسمه الله سبحانه وتعالى سيدنا وارب عليه رسول صلى الله عليه وسلم مثال أي كبر يا أنت أولئك من حديث 40 كويل أشعث أكبر من باريسن أو رفاتن أو درجة معه كبر تاجي لا يا رب يا رب إلهي وإلهي يسوعك إيجاد يا ومطعمه حرام أنت دي سوى حرام ومشربه حرام حدثان في سوى حرام وغضيه بالحرام فأنا يستجاب له سيدا لو أقبل يعني من كاسب سيدا أنكو باسمنا أنكو سعوننا إنه ونفتن إسخلقي بنا الله سبحانه وتعالى وإنه غدري ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هدوذن أو هايسك قبسانا من كاسب الفشل أنتان فتذهب ريحكم حق إن أكل التوقيق ودين ولا تكونوا كالذين تفرقوا أنا قلنا كوي كالتقي أكل واختلفوا من بعد ما جاءت من بينات السدان أبعد الحماني لن قال قال قولي إسوي إسكال قيبي ما تسمعين كذا أبراهام ممكن سامعين نكاس قولي إسوي إسكال قيبي ونفتي سكال قيبي ما تقنان كذا مرحبا في إنت أسفل جيراننا وضطف وقار إيهين حالة الجري الضامة إنت كلان إيهين ضد فرع ما تقنان كذا قرسنا أسفلنا لفتي سامعها لبعطي أسفلنا بسلام إدماء النبي صلى الله عليه وسلم اسمع من تلقيبين قولي نفتي سكال قيبي ما تقنان كذا الله ينبرينا مر والبا بانك كلان وحن تغيرنا وان تغيروا في دنينا مجرمين تن هي ضد المنافقين ده أن هاست كتائرنا ما لينك بكتائرنا سيدنا سبحانه وتعالى نتاس وادعى كتائر عصبية روح أوجي سأل إنه كتائر روح مهاجرة وحين كذا عذب نذكر أخر بدنا ومدنا صحابة الرسول خلوا توشكي نوشكي إني سعد وطلع
لعمري ما كذبت بين هذا الشيء من كان وحبك ما قالك عبد الله بن أبي نفى عائشة رضي الله تعالى عنها بين كشري لكن أنا نجارس سمع دول كاسة مركي أي ما تعرفها إن دين الإسلام دين تأييده كرجال دين الله سبحانه وتعالى لكن أنا يوحى أن لم يدل هاي هذا الكلام جهل أو الدين يأثر كأيه وحنوات إن أنا كحمة إن ضد كلامه أبو جهل الحليل محمد دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوله تنازعنا نحن وبنو أمية في الشرف عملي غير بنو أمية والشرف تسكو قبسنا وعبد يكوب حيانا نانا وكوب حنين قد دار إيجاد قال الله بضو يقول أننا نوفل حتى إذا تحادينا في الركب وكنا كفار سيرهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء ما كان قال لا وفر سوى سلا سعت أنا يرهب بني أمية أي وحي يرهب نبي منا نبي أنا النبي بنا جمدا ووحي السماء وين ما قال ما هم ميننا نكاسي يسوع فمتى ندرك هذا والله لا نبي ما هم ميننا صدق بدل ميسن جالسين إنه دهان محام كنت أقول إن ضد كان دين كوي كو قرابني دين هو قرابني يمين جرتو روح الدين تعالى سبحانه وتعالى أو يستيو هذا يدبك انت سأضلنا وحي الكتنب لباتوين كاسي مصائب تسان كشاكيني وما أصابكم من مصيبة فبما كسرت أيديكم ويعفو عن كثير وح الله عليه وفي الخبعة ومصيبة ووحي أذنك نفتي إن إيه قلب ستك الله سبحانه وتعالى إن ضلمت إذن عفنية أو إذن ضلمت إذن ما أنا قارن إلا هذا الموضوع أن نشوف الاستواء هذا اللي يرضى يدوك إيكا قارن كرام وح الله سعطان إن ديل ولبا أوتك وكتب إما ديل كرانتو جيل كاسنا لغته وحف عن أمورهم أو جيل في كهر لغته جيل في صحابة رضوان الله عليهم وحي لغته يعني جيل في تابعين تا أهلهم ونفسهم أو أهدين في إسلام كوي تابعين تا نويسيو ذا دات كاسي دات في كدن بقال أي أهلي أهنتي أو بدلي أو دباتوين جلي نفط الوحي كسبتي درادو لكن مروى لله سبحانه وتعالى وحي وكاني دات قيادة أو مدة كمدة أو هياجين يا أبن تاسين كصلاح الدين الأيوب يقضي صحيحين الله تعالى محمد الفاتح وكلانتا ضد في خير أسوء عليه ومدة إلهي محمد ويدسانينا سبحانه وتعالى إن دين كان مركز وكذا يوم هو يكسو بحامل قيادة ومدة هو جانسة أو خير كفه جانسة رسول صلى الله عليه وسلم وما لا أظن استوى فقال إن ومضول أنت يكون بحصة بني يرد أما الشباب كذا والددال ويكون بداشة وما داش يسيد ريسة وخير كذا الجري سلاس درادة أي حتى رسول صلى الله عليه وسلم وحوها من مر ولبا تشجيعية بني يرد وحوق سارة إن ورديبا حولها كوه وعلوس سبب رئي ومضوه جميعا وحا أدرك إساء بني يرى آدو دائيا علي بن أبي طالب أي وحا أردي راية في المهاجرين يوم بدري أردي إساء أولوات إنسان جرى وسامي بن زيد أي إساء وسديد يتمن جرى وحا أوسي قيادة الجيش عيلاً ضم وما يسعد أي وسامي بن زيد طبعاً يسديد جرى أردي بي إيوه جوان أبو بكر يا عمر يا صحابتي وهو يدورون فاسو حقيقه ان الرسول صلى الله عليه وسلم او درن سنه امره ان او قديه رجلي دنيرادس ان اي بري امته غاليان وين كسو كان رضوان الله عليه بل انت سكريم ما هدف في ايه كده بين علماء امتن او دن كتب لنا الناس المدسيه وحي علم يسود بالبيان ايه او ضد يار يار ايه او محلي جري حد حلي عن مقامنا عندر أيد فروح هذا ماشي جو مسؤولية اسمه صاري لأنه حال مسكح الشريعة لعيد إنه ولي وكوه سيداء ذي لو بطر قال إنه المسؤولية قوي سيدا اسمع ضد كاسي هذه كمحمد كمحمد إلا ذي اسمه ويسموه
xilligan hore kama xumaan. Intooda badan dadkaasi waxa ay geeriyoodeen iyagoo 30 sano iyo 30 u raaceen oo keliya. Waxaa ka mid ah dadkaasi Imaam Nawawi Cali Raxmatullah 36 sano uu ku geeriyoodey goormuu cilmigan dal uu soo gudbiyey. Imaam Shaafici oo 54 sano ku geeriyoodey cilmigan dal goormuu soo gudbiyey. Waxa uu qoray cilmigaasi kulligood waxaa la dhihi jiray waxa uu qur-aanka xifdiyey isaga oo 10 sano jira ayuu qur-aanka xifdiyey intaasoo madni. Waxaa ka mid ah dadkaasi Maxamed Alfaatix hadda aan idiin sheegay ee ummadda sidaas u bedelay. Waxa uu jiray 21 sano maalinka uu furanayo Qustandiniya meesha la yidhaahdo. Fatxul Qustandiniya maalinka uu dhacay Maxamed Alfaatix oo hogaaminayay dadkaasi waxa uu jiray 21 sano oo keliya. Bal qaarkood waxaa loo dhiibay mas-uuliyaadkaasi iyaga oo 15 jir ah. Cabdiraxmaan Naasir ninka andalus xilligiis ay jannatul jinniya adduunyada jannadaada ay noqotay waxa uu jiray Cali Raxmatullah 15 sano maalinka xukunka uu qabanay. Haddaan inay waqtaan isu soo laabano waan leenahay soomaali ahaan Imaam Axmed Kureey Raxmatullahi Caleyh meeqasanu jiray maalinku gaarinoonay 33 sano ayuu jiray markuu gaarinoonay. Waxaan oo dhan waxa uu qabtay isaga oo intaas ka yar oo da'diisa intaas ka yar tahay. Fadli wadaan ma soo koobi karo waqtiga ayaa ugu dhamaaday. Waxaan jeclaan lahaa in aan u mahad celiyo dhammaan dadka halkan ka soo qayb galay, dadkii martigelinta bixiyey oo gurigooda aan seexanay. Jazaakumullahu khayran. Gabdhihii ka adeegayay inuu waraa xijaab cuntada iyo soo gudbinayay. Jazaakumullahu khayran. Sidoo kale Cumar bin Khattaab radiyallahu tacaala canhu ayaa waxaa loo sheegay dad ghazwo ghazawaadka islaamka ka mid ah ku dhamaaday. Dukaasaa waxa uu yihi magacyadooda halay tiriy waa loo tiriyey. Markii loo tiriyey ayaa waxaa la yidhi waxa uu yidhi waxaa lagu yidhi warijaalan laa tacrifun yaa amiira lmuminiin ee rag aadan garanayn. Dukaasaa waxa uu yidhi intuu ooyay walaakin allaha yacrifun laakiin allah garanayo subxaanahu watacaala. Waxaan leenahay inta aan garanayno oo dhallinyaradan ka mid ah ikhwaanna jazaakum allahu khayran inta aanan garanaynna walaakin allaha yacrifkum ilaaha idin yaqaano wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum. Takbiir allahu akbir allahu akbir allahu akbir. Jazaakum allahu khayran saciid oo ku qaldanay saan filaayo dhallinyarada ayaa ku darnay iyo dadka nin dhallinyaraa waaya runtii waa nin yar laakiin haddana wuxuu ahaa runtii nin sheekha oo mawduuc 45 daqiiqa ah la siiya ahayd oo garmada ka mid ah laakiin hadda kadib ayaa loo mataqaana kiira lahaanaya insha allah. Jazaakum allahu khayran.